المصريون المقيمون في الكويت بدأوا اليوم عملية التصويت على بعض التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري بأغلبية الثلثين. وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني إن هناك إقبالا كبيرا من قبل أبناء الجالية على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. تحيا مصر! تحيا مصر! هكذا هتف أبناء الجالية المصرية في الكويت لدى دخولهم مقر سفاراتهم بعد أن حسموا أمرهم واتخذوا قرارهم وجاءوا لقول كلمتهم الفصل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كان في طابور طويل من أبناء الجالية المتجمعين أمام مقر اللجنة قبل افتتاحها. استمر توافد أبناء الجالية على السفارة للمشاركة في عملية الاقتراع، وإن شاء الله تزداد هذه المشاركة. أشكر السلطات الكويتية على الدعم الذي قدمته للسفارة من ترتيبات وتسهيلات، بالإضافة إلى تأمين مقر اللجنة في السفارة. نعم أو لا، هذه خياراتهم، وهنا توضع قراراتهم بشأن التعديلات على دستور 2014 والتي تشمل تمديد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات لمدتين متتاليتين بحد أقصى، مع السماح للرئيس الحالي بالترشح لمدة ثالثة وتمكينه من تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية. كما تنص التعديلات على محاكمة المدنيين عسكريا في حالة الاعتداء على منشآت تحت حماية القوات المسلحة. سواء قلت نعم أو لا لازم أنزل وشارك. نعم للتعديلات الدستورية، نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم للأمن والأمان والاستقرار. طبعا مبسوطة جدا ببلدنا، مبسوطة برئيسنا، احنا يعني الحمد لله دلوقتي احسن بلد في الدنيا. طالما مصر بخير احنا بخير، دي الدوافع اللي جابتني. إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة وأجواء حماسية احتفالية ميزت اليوم الأول من التصويت في الاستفتاء الذي يتواصل لثلاثة أيام. بروح وطنية وتعزيزا للديمقراطية جاء المصريون جماعة وفرادى إلى مقر سفارتهم للتصويت على التعديلات الدستورية بهدف رسم مستقبل أفضل لوطنهم. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.